بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا متابعينا. رجعنا لكم اليوم في درس جديد من دروس التحليل، يعني حنتكلم اليوم في أداة جديدة، في طريقة جديدة بنستخدمها في مرحلة التحليل ضمن مراحل تصميم تجربة المستخدم اللي ابتدأناها بالاستماع ثم التحليل، سننتقل بعد هيك على التصميم والاختبار. طيب، إيش هي الأداة هذه؟ أداة صراحة جميلة جدا، بسيطة جدا، بنستخدمها في موضوع الإنصات والتعرف على الجمهور حتى نحلل جمهورنا سليم أو نحلل الجمهور بطريقة سليمة. خارطة التعاطف والإنصات، ألا وهي Empathy Map Analysis. عند هذه الخارطة فيها أربع مكونات أساسية، هذه المكونات إذا اتبعناها ومشينا فيها خطوة خطوة بنقدر نتعرف على الجمهور وبنقدر نعرف مين هو وإيش اللي بدنا نسوي معاه وكيف نبني التصميم على هذا الجمهور. بنيجي بنتكلم هنا محمد، هذا محمد شخص محدد عندي موجود، هذا الشخص الموجود عندي هو مستهدف من ضمن الفئات المستهدفة، وبيكون عندي هنا مبني على البيرسونا. احنا تكلمنا في درس البيرسونا واحنا فينا نتطلع على الدرس هذا اذا ما شفناهوش قبل هيك في صندوق الوصف. طيب محمد، كيف نتعامل مع محمد؟ محمد له هدف، بنتكلم انا التطبيق اللي انا رايح له بدي يحقق اهداف محمد، باخذ هدف هدف، الهدف الاول بحطه وبروح بستمع لمحمد، بقول لمحمد نفذ هذا الهدف باستخدام تطبيقي، وبأراقب أقوال محمد، براقب أفعال محمد، براقب الأفكار اللي بتنتج عند استخدام محمد لهذا التطبيق ولهذا الحل، وكذلك أنظر إلى المشاعر. لذلك خارطة الإنصات يجب أني أنا يكون عندي هدف محدد ضمن أهداف التطبيق اللي أنا رايح أقدمه لمستخدمي، وعندي مستخدم محدد وهذا المستخدم بده يجرب تطبيقي أو يجرب حلي حتى أستمع إلى أقواله وأنصت أو أشاهد أفعاله وأطلع على الأفكار اللي بتطلع لإلها وكذلك المشاعر. طيب إيش الأقوال؟ ما يتم جلبه عند التنفيذ، يعني وأنا بنفذ في المهمة هذه، بنفذ في الهدف اللي أنا بأرجو أو بأرجو من هذا المستخدم تنفيذه، إيش الأقوال اللي بتصدر منه؟ يعني بقول والله ماذا لو كان كذا؟ ماذا لو فعلت كذا؟ طيب إيش بدي أسوي؟ يعني في هنا إيش التفكير بصوت مرتفع، يعني هذا الشخص بده يفكر وبده يصدر مجموعة من الأقوال وأنا بدي أدون هذه الأقوال. ثاني شيء الأفعال، ما هي العمليات التي يقوم بإجراءها هذا الفرد في هذا التطبيق أو في هذا الموقع حتى ينفذ الهدف المطلوب منه؟ برضو يجب أن ندون هذه الأفعال. وهو بيفعل قاعد بتراود له أفكار، ماذا لو فكرة معينة خطرت في البال، ماذا لو كان هناك فيديو يوصف المنتج، ماذا لو كان هناك فيرتشوال رياليتي تطبيق معين أو آلية معينة توصف المنتج بطريقة حقيقية يكون فيها فيرتشوال رياليتي. طيب بعد هيك نتكلم على مراقبتنا لموضوع المشاعر وهو بيتعامل مع هذا التطبيق، هل هناك خوف؟ هل هناك ريبة؟ هل هناك إقدام؟ هل هناك حب؟ هل هناك شغف للتعامل مع هذا التطبيق؟ كل هذه مشاعر يجب أن نراقبها ضمن خارطة الإنصات والتعارف. تعال نأخذ مثال حتى نتعرف أكثر على هذه الخارطة وتكون عندنا خارطة تطبيقية فعلية ممكن نستفيد منها في التعرف على جمهورنا. بنأخذ هذا الجمهور، اليوم أنا محمد عندي موجود وبدي أديله هدف شراء موبايل، محمد بده يروح يشتري الموبايل من خلال تطبيقي أو من خلال الموقع اللي أنا بدي أقدمه. أول شيء بأديله المهمة هذه ينفذها وبأستمع إلى أقواله. بيجي محمد بقول كنت متوقع شيء مختلف عن الموجود، أنا بتوقع أنه يكون في عروض مختلفة، أنا كنت بتوقع يكون في مقارنات بين هذا المنتج وذاك المنتج، أنا كنت بتوقع أنه يكون الموقع أكثر سهولة، فأنا بأستنط أو بتصنط إلى الأقوال اللي بيقولها محمد في إجراء للعملية الشرائية من خلال موقع. طيب الآن في عندي أفعال محمد بيقومها، منها بيبحث عن المنتج، بسجل إنه طلب محمد أو مارس محمد عملية البحث، عمل تصفح للمنتجات الموجودة، راح عمل مقارنة بين منتج ومنتج، هذه أفعال قام فيها محمد، راح محمد
راجع الريفيو المراجعات او الشهادات عن هذا المنتج، شهادات لعملاء سابقين في هذا المنتج. ممكن محمد راح يتصل في صديق او ارسل رساله، فمجموع الافعال اللي محمد قام فيها في اطار تنفيذه للهدف الحالي هذا انا بروح بدونه. طيب برضو في شغله ثالثه، هو محمد اللي بيشتغل فيه عنده افكار بتراوده. طيب الافكار هذه انه ممكن يكون بيطلب وقت اكثر حتى انه والله يحقق العمليه، ممكن في فكره معينه بتراوده في موضوع انه لا انا بدي فيديو معين بحيث يوصف الفيديو هذا المنتج، فهذه الفكره انا بدونها. ايش في عنده افكار بتراوده وهو بيجري في هذه العمليه وبيحقق في هذا الهدف انا ايش بدونه. طيب الشغله الرابعه هي موضوع المشاعر. اليوم محمد هو بيشتغل في التطبيق، ممكن عند البيع او عند الدفع بيروح محمد بخاف، بيقول انا بدي احط بياناتي اللي هو الفيزا كارد او بياناتي اللي هو الائتمانيه، ممكن انا اكون خايف ان تسرق هذه البيانات. اصبح اليوم بدي اسجل الخوف، في عنده ريبه في اتخاذ القرار، في عنده خوف من موضوع المنتج وجوده المنتج. فهذه كلها عباره عن مشاعر تراود محمد في عمليه الشراء. كل هذه الامور سواء مشاعر افكار اقوال افعال هي عباره عن مجتمعه، هي عباره عن النموذج الخاص بخارطه التعارف والانصات اللي يجب ان نضع محمد او المستخدم الحقيقي في بيئه حقيقيه ونعطيه هدف حقيقي حتى يمارس هذه البيئه وهذا المنتج في تحقيق للهدف هذا، وندون الاربع مكونات. هيك احنا بنكون وصلنا لخارطه انصات وتعارف، ونكون وصلنا انه احنا نحلل جمهورنا بواقع حقيقي وبأهداف حقيقية وبأعمال حقيقية. أتمنى يكون هذا الموضوع نال إعجابكم، وصلت مفهوم تبعه بسهولة. أي استفسار لا تنسوا تحطوا في التعليقات. انتظرونا في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.